من جانبهم عبر شيوخ عشائر محافظة كربلاء عن تضامنهم مع مطالب المتظاهرين، داعين في الوقت نفسه إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة، مبينين في مؤتمر صحفي أن الوضع الحالي إذا استمر بهذه الصورة فسيكون هناك دور للعشائر في حماية مؤسسات الدولة ومساندة أبنائهم المتظاهرين. مطالب لهذه المظاهرات نقلت على شبكات التواصل الاجتماعي، فنحن مؤيدون لها جملة وتفصيلا. عدم المساس من قبل المتظاهرين لدى ممتلكات الدولة والتجاوز على القوى الأمنية هذا حق مشروع لكل الطرفين، سواء كان المتظاهرين أو القوات الأمنية. نحن مع المتظاهرين وما نقبل أي طلقة ثور على أي متظاهر، لأن المتظاهر ابننا والجندي والشرط رجل أمن ابننا. نريد تظاهرات سلمية حضارية محترمة حتى نغير الواقع الحالي. إذا بقى الحال على ما هو عليه ستنزل عشائر محافظة كربلاء المقدسة لتحمي المؤسسات ولتؤازر وتساند أبنائهم المتظاهرين. نحن مع المتظاهرين السلميين في كافة المطالب المشروعة، ونحن نقف ضد الفساد وضد من يستهدف دوائر الدولة. نريدها سلمية لحفظ دماء الناس، وحتى ما يقولون شيوخ العشائر ما دعموا وهم اللي ثقفوا، لا بالله، احنا مثقفين احنا داعمين، ولكن نريدها سلمية حتى ما تخرج الامور من اصولها.